حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من سورة الحجر، يتلو علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين. كما الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. صدق الله العظيم. من آيات الله البينات ومن سورة الحجر، تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله
وامضى تفسيرية. أستشف الجمال ما معنى وزرابي مبثوثة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. الزرابي معناها البساط الواسع الفاخر، أي هي نوع من أنواع الفراش، وهي من أجوده وأعلاه وأقيمه، بمعنى سجاد كما هي معروفة. وهذه الفرش لا تشبه فروشنا التي كانت معنا في الدنيا إلا في اسمها، وإلا فإن